الوطن.
وبعدين ما اكد خلي الناس تشتري منها. طيب هذا كيف يا يلا روح لعندك اياه.
خلي ابو حمود خلي انا على انا على انا على يلا 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 لحظه لحظه شوف يلا دلك دلك عندك يا ابو تنبه ما ايه ابو تنبه مثل انا وخر انت ثاني شان 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 مياد الحناوي روح يا بيي يا امي يا امي يا خالتو يا وركو يا كرشي يا كرشو يا بطني يا بنشرو يا مشاري سبي انا توليت بالبوكسات الحديديه لكن ما ادري من ربع سقطنا على عيني واحد كله رافس يمكن انا اكيد ما تبغى ترافس يا مشاري ولا انا رايح طاخ طيخ بس وضحكم بعد انتم من الاطباع المثل ام ناصر ولسان طويل والحلقاصر احنا ام ناصر ولسان طويل والحلقاصر انت لو بالخير ما تنحاش تخليهم يطقوني وتنحاش اي صح 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 انت ارداهم انا غلط عاد انا غلط انا غلط استهدي بس يا جماعه بس اي اي بس وين ايه ايه اللي قاعدين يسمونه يلا مالي خلكم كل واحد يروح مكان يلا افو عليك يا محمود افو عليك هسه ما شري محمود صاير يا محمود حق زعلان انت تبي ازد من الشر اللي احنا فيه تبي ازد من هالنتيجه اللي تسوي دلوي تبي ازد من السقوط يا محمود قايلك يا محمود افو عليك الشهادات زورناش خايف منه انا اخوك المساله محلوله والله العظيم محلوله يا محمود قام المساله محلولنا وارنا شطارتك يا شاطر ابيك الحين تتصل بالوالد بالشغل وتقول له على الكلام اللي اتفقنا عليه ومساله بشيري العدوي هذا خلي علي انا اخاف يفتن علينا فتان عرفه ولا انا قد مالك شغل في مشيري خلاص ابيك الحين تتصل بالوالد بالشغل زين وبعد ما تتصل بالوالد بالشغل زين تروح البيت ايه؟ تقول لهم ان جسوم مشيري ساقطي ناجحين ناجحين زين والبشاره منه بشاره طبعا لك اصدق نوبه واحد بشر اهلي ان حنا لنا دور ثاني عطوه 2000 دينار 7 بعارين الله 8 خرفان بل 7 غزلان وسخلة وتيس الله هذا مهر مايكل جاكسون ها اي والله مايكل جاكسون روح الحين كل شيء خلصت منه الشهادات وزورتها ومضبوطة 100% وما في أي خطر علينا باقي شيء واحد يا الحبيب شنو أبوي؟ لعبتك هذه اللي قاعد تلعبها على أمي وأبوي والسقوط والنجاح أنا مو معك فاهم؟ عارفك عوايدك مو أول مرة تسويها فيني سمعني زين يا جسوم كذب على أمي وأبوي أنا ما أكذب حبل الكذب قصير ما فضحنا اليوم فضحنا باكر مسكين على نياته ما يدري بالسالفة شلون؟ لكن أنا بسوي اللي أقدر عليه والباقي على الله أنت حجت ما تقولش إنه فيك عند براسك شيء قول براسك خطة ثانية أنت حجت مشاري أرجوك اتركني لوحدي لا تخليني أحمق حمق؟ حمق؟ نعم حمق ما نبتها حتى يوسف وهبي ما يقولها شو السالفة تقول لي إيش فيك؟ مشاري يا أبو حمق نعم يا مشاري يا خير جاك العلم الله الله وش فيك ابوي حالف يطلق امي اذا حنا سقطنا بالامتحان روح زين روح على القشمره يا جسوم ابوي حالف يطلق امي اذا سقطنا بالامتحان اي نعم ما يصير اذا اختي هدى تدري الموضوع اختك هدى مثلها مثلك ما تدري عن الموضوع ودير بالك تقول لها ترى اذا عرفت عن الموضوع بتقلب البيت علينا فوق حجر والله مصيبه والله مشكله يا عالم الحين اذا احنا سقطنا في المدرسه ابوي يطلق امي ايه زي شو الحل ايش تبين انا اسوي؟ سوي مثل ما انا اسوي شلون؟ ونكون قدامهم ناجحين نكون قدامهم ناجحين واحنا ساقطين يا جاسم احنا ساقطين صح بس نكون قدام اهلي ناجحين علشان ابوي ما يطلقهم زين واذا ابوي درى في الموضوع والاهلي كلهم ابوك وامك ما يدرون احنا باي مدرسه ما يدرون باي صف يا مشاري الله يلعن السقوط الله يلعن الفشل كلش ولا الفشل لا
لكن لا، كلش ولا امي تطلق، كلش ولا حبيبتي تشرد، كلش ولا احنا نضيع. شفت شلون؟ اللي تامر انا حاضر. سوي مثل ما انا اسوي. ايش تبي؟ انا الشهادات وزورتها. خوش. مضبوطه 100%. خوش. وما في اي خطر علينا. تمام. ما باجي الا نروح نكشخ بهدومنا الجديده وندخل. والشهادات جاهزه؟ عندي شهادات. توكل على الله. أربعة واثنين واثنين وثلاثة صار عندي 11، حطيهم اثنين زيديهم ثلاثة نبوهم 16. يا حرصك ربي انت بأي سنة يا ابن الأصول؟ أنا في ثالثة ورابعة هالسنة هذه الأصول. اسمك ايه؟ أنا اسمي شاطر. وفي ايه؟ كل الجفاتر. روح ربي يكفيك المخاطر يا شاطر. الله يبارك ويزيد، اليوم ده يوم العيد. الله يبارك ويزيد، اليوم ده يوم العيد. دسم ونشاري نجحين واهل البيت فرحانين. دسم ونشاري نجحين واهل البيت فرحانين. فرحانين فرحانين اهل البيت فرحانين. فرحانين فرحانين اهل البيت فرحانين. شنو هالمفاجأة؟ أنا على رأي المثل
يا ماما الحق. ايه صبري قليل يا حيل والله. هذا احنا صابرين هاج تعبت وجهنا. ابدا يا ست هدى ما فيناش حاجه، بس ستي من الصبح نازله سين وجيم واسئله، وبعدين انت خلصيني من حكايه الاسئله الكتيره دي. سلام عليكم يا عسل. سلام. هلا احنا في الدنيا هذه كلها. هلا احنا بنت في الدنيا هذه كلها. هلا تعالي قولي لي شنو هالزينة اللي حاطينها؟ يا يما هذه الزينة كلها حق المفاجأة السعيدة اللي تسمعينها بعد شوي. هم قالت لي مفاجأة. ليش يا يما؟ أنا خاف أقول لك وما تصدقيني. قولي أنت عمرك ما كذبتي علي. زي يما سمعيني، علي وجيراننا اتصل وقال إنه شاف أسامي إخواني مع الناجحين. هذه ألف الساعة المباركة. بس أنا قلت له يروح يتأكل زين ويرجع علشان أعطي البشارة. يستاهل يا بنيتي يستاهل. علشان كذي يا يمه انا سويت الزينه هذه كلها. لازم يحسون ان احنا فرحانين فيهم، لازم يعرفون ان الشيء الزين نفرح له والشيء الغلط نزعل منه. والله الود ودي يا بنتي افرح واطير من الفرح، لكن شو اسوي؟ الدنيا ما خلت لنا شيء نفرح علشانه. ذكري الله يا يمه، ان شاء الله اخواني بيكونوا ناجحين ومتكحلين عيونك بشافت شهاداتهم، وما لك اي عذر ما تفرحين فيهم بعد. بس يا بنتي انا خايفه ابوك يزعل، وهو هالايام قاعد يحن على نتائج اخوانك. شيء عادي يا يمه، لازم انت وابوي وكلنا نهتم نجاحهم لان هذا مستقبلهم. ولا تنسين توفين بنذرك بعد. ان شاء الله النذر بوفي، بس يبون الشهادات. ان شاء الله يا يمه. يمه امتنا الباب. روحي يا بنتي بطل الباب روحي. انت الباب. زين زين من هو؟ انا علي. يمه علي المدبر. علي سمي بالرحمن ورحمتك الباب قبل لا يروح لصباي. يلا بنت الباب ولا روح؟ لا 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 تروح لحظة. روحي يا بنت الباب. نادي سنية نادي سنية. سنوة سنية. عيون سنية للدنيا ست هدى اموري. سنية بنت الباب واللي سلمك. طيب الباب مو فتح، خايفين ليه؟ ما تروحين تفتشي الباب يا سنية. ما احناش خايفين ولا حاجة يا سنية، افتح الباب. حاضر يا ست هدى. مين؟ جايبين لي فيل وعايزين نفتح الباب. لا تخافين هذه مو فيل، روحي بتشي الباب ما بياكلك. مين؟ أنا. طيب طيب اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا سعادي اهلا وسهلا. سلام خليني واقف عند الباب ويا الكرفتة هذه. انا اسوى يا اخوي، اصل ايدي كانت مشغوله في المطبخ. اتفضل. يا 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 ايش هالزينه هذه؟ ايش هالزينه؟ يا هذول عيالهم ساقطين، هذه زينتهم لو ناجحين سووا لهم. والله يبا. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. ها مقطع رسالهم. السلام. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. خليني انا اكلمه. روحي يا بنتي روحي كلمي. روحي روحي روحي. اقول علام. هلا قوة. هلا شلونك؟ قويت. شلون النهر؟ ابي ماي ابي ماي خالتي، عطشان والله العظيم عطشان. تبي ماي؟ ميت من العطش. وش فيك علامك كذي؟ ايش طاح زين؟ شنو طاح زين؟ طالع. يلا يلا على تطني زين على نظارتي. يلا طاح زين. عطشان؟ اي نعم عطشان. يلا تعالي تعالي. وين رايحه؟ خليني ويا هذه بروحي. يمه سلمي انت على النتائج وانا جاي الحين بسرعه. ها اكيد. علاوي نعم فاطمه. شلونك؟ الله يسلمك. ها تفضل استريح يا ولدي تفضل. اقول لك شلونك؟ ابيض. لا يعني شلونك؟ لا تحرك في الكلام. وين شلونك يعني شخبارك؟ والله تمام خالتي الحمد لله. ها تني البخت قاعد حصان. بسالك علاوي. نعم. كم عدد الناجحين في مدرستكم؟ والله خالتي وايد وايد ناجحين. اي نعم الحمد لله الحمد لله ان شاء الله عيالي منهم. ايه اكيد بالمشكله. قول لي نعم. وصرتين ايش كثر؟ والله صرتين وايد يا خالتي وايد صرتين. لا يكون عيالي صرتين اكيد. ايه بعد ملوثين. قول لي واللي عليهم دور ثاني ايش كثر؟ هم وايد هم وايد خالتي والله وايد وايد دور ثاني. اشوى شيء احسن من شيء. ايه اكيد شيء احسن من شيء. وانت يا علاوي؟ انا هم وايد. ما اقول لك وايد نجحت والله. لا اي 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 خالتي انا 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 الاول. اي الاول الشاطر اللي يبيض وجه اهله. اي
ابيض وجه اهلي اقول لها ساقط تقول تبيض وجه اهلي شو تقول؟ اقول خالتي انا الاول على الساقطين مروس على وجهي يا كذي جوع انا وما لك عليكم المساء عليها انا قاعده امدح فيك تفضل اروي ضمك ايها الفارس ايش يروي ضمك يقول لك ساقط من اللي ساقط؟ هذه اللي قدامك ساقط؟ ايه شوه ايش فيها؟ سجني الطموح المثابر يا عيابي وايد طموح قطع دكتور مستانس بعد وايد مستانس ايها متشقق لابس نظارة مايكل جاكسون وتضحك؟ ايه انت شلون لك نفس تضحك يا طيب؟ هذي الصرخين عجل الله الصرخين يا بنيتي الشموتة مو بزينة هذي قاعد صرخ هذا فول مو بزين على اخوانك والله ما ظنيتي ورانا تيجي زينة اذا هذا حسن ما فيهم ساقط شلون باجي ربعه طال هذي طال هذي ايش داويتي عند الدكتورة انت ما عليك منها علاوي قول لي شنو نتائج عيالي والله خالتي النتيجة النتيجة عياوي بس النتيجة صفر الكل انتهت نبي النتيجة مو المباراة هذه اللي فاتحين في بس انت ايش عرفكم انتم بالمباراة هذا متكتك لنزل الملعب وقام متكتك انت شعرفكم انتم يلا تخطح كلنا شيء النتيجة خلصنا والله هذا اللي بتورطني ايش يقول هذا ايش يخربه علاوي واللي سلمك تقول لنا شيء النتيجة خلصنا النتيجة ان عيالكم عيالكم ناجحين ناجحين وبشركم والله يبقى ناجحين متأكد يا عمي ان عيالك ناجحين انت متأكد مثل ما انا متأكد منك واحد من ربعهم اتصل فيني بالتلفون كان يقول لي عمي ترى عيالك كلهم ناجحين الحمد لله الحمد لله يلا يا عمي دام ان عيالك ناجحين يلا عطني عطني بعد شنو عطني يلا يلا يبا يا بالبشارة عطني يلا قلبي شو عطني البشارة أكيد بشارتك هذه ما تنشال بالمخبر بشارتك لما مرني بالمعرض باكر أمشي بالبشارة بعد أمر أكيد سيارة المهم سيارة أنا الآن نجحت أبويا بالحمار السنة سيارة زين عمي هاي يا عمي الله طول لي عمرك يا عمي وخليك لنا ذخر إن شاء الله يا عمي وأنت بعد يا عمتي الله خليك لنا ذخر وطول لي عمرك يا عمتي الله يسلمك الحمد لله أحمدك وأشكرك يا رب يوم أنك استجبت دعائي ونجحت عيالي هذا يوم المنى مصدقة أن عيالي ناجحين يما عاد هذا وقت تبكي يلا سمعيني يبارك يلا أنا أدري كيك للحين ما أخذ على خاطرك مني لكن ايش تبين أسوي يبا عيالك رواني يوم القايلة عيالك ما خلوا فيني أعصاب يا يبا يلا بس خلاص أحط طاح الحطب عاد يلا يلا يا بيبي يما ناجحين Yeah.
حكمت المحكمة على المتهمين جاسم محمد ومشاري محمد بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ، وذلك لضبطهما بتهمة التزوير في مستندات الرسمية. لا 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 أنا بريء بريء. ليش يا عيال تسوون كذي؟ ليش؟ ليش تضيعون تعبنا وتحطمون مستقبلكم؟ يمه أنا زعلان عليكم ليوم القيامة. ليش تزعلون أبوكم منكم؟ حرام عليكم يا عيالي، حرام عليكم اللي قاعد تسوونه أنت، وحرام. ليش تزعلون أبوكم منكم؟ حرام. ليش تزعلون؟ حرام عليكم يا عيالي. ليش؟ حرام. ليش؟ حرام. جاسم جاسم، أنا لا سمعت. وين جاسم؟ شاري جاسم وين أمي؟ يمه يمه تعال. أسمع أقول أمي، أسمع أقول أمي على كل شيء. إيش فيكم على بس وعد بس يا راي بس فكني ولا كلمه. ما عليك مني اصلا، ومو مصدق شلون نجح بالامتحان علشان كذي اعصابه متودره. اي نعم فعلا ما مصدق اني ناجح، حتى جسوم مصدق اني ساقط. مشاري كله منك انت. وبعدين وين حتى بتورطنا؟ والله ما راح اتورطنا غيرك انت. لا لا، هو يقصد يا له سؤال بالامتحان وما عرف شلون يحله وتورط وحط لهم علي يعني. بس شنو السؤال اللي ما عرف يحله؟ السؤال عن الغش والكذب والتزوير. مشاري كله منك بعدين وياك. حتى اصحابك يا مشاري كل موضوعنا مستسر عنه لا اكثر ولا اقل. تعبت ربك اللي نجحت مع شتبي. ايه مو السؤال اللي ما عرفت تحله خلاص. خلاص مشاري تطنط عليه. اي خلاص، وانا ايش حق اعور راسي معاكم؟ الزم علي دراستي. ما تشوف اخوك؟ ايش تعوم اخوك؟ لما علي دراستي طه حسين مو اختي. ترى انت يا مشاري بتورطنا. تفتكر طريقتك هذه ما راح ننكشف؟ لو فكيتني من عصبيتك زايد هذه ما راح ننكشف. لا ما راح ننكشف. لا ما حد يكشفنا غيرك. ليش؟ انت شتم تكشفنا. ليش؟ لا راح ينكشف. واللي ما ينكشف. لا يمه مو ما ينكشف، هو يقول الشمس ما تنكسف. الشمس؟ الشمس اكيد طالعه. وش زينها؟ لا هو يقول الشمس تنكسف وانا اقول ما تنكسف، هو يقول تنكسف وانا عادل يا مشاري. لا مو عادل. اكيد مو عدل. لا عدل. لا مو عدل. عدل ونص. هذا انت وحتى سوالفكم هواش شكم فار وقطو. بدل ما تقعدون تهاوشون روحوا ذاكروا حق السنه الجايه. الله ذاكر حق السنه الجايه. يما احنا بصراحه ملينا من الدراسه ولا من الشغل. شنها؟ هذا الكلام مو صدق، كلام اخوي صحيح. يما احنا كبرنا، ما احنا صغار، لازم نشتغل نعتمد على انفسنا. اسكت بس اسكت. يه لا اسمعك ابو. خلاص شنو خلاص؟ خلاص احنا قررنا نشتغل يعني لما نشتغل انا واخوي جسوم. زين بس اسمع كبوك بس اسكت. خليني اسمع، احنا قررنا لما نشتغل يعني لما نشتغل. نعم وانا بشتغل وكيل وزاره. اي نعم. ايه كيفي؟ اي نعم. ما في حتى انا بشتغل مدير. كيف الكلام اللي قاعد اسمعه؟ نبني رحنا وطي. افا والله عليكم، بس انا بكم واحدكم ما كمل تعليمه يبي يشتغل، وانا ما صدقت على الله انكم تنجحون، وهالايام شهاداتكم حاطها مخباي وادور فيها وتفاخر فيها قدام ربعي اللي عيالهم كلهم ساقطين ولا لهم حتى دور ثاني. افا والله عليكم، بس افا والله عليكم. اي والله عليك منهم يا ابو جاسم، هذا لا تقشمرون. لا 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 احنا ما نتقشمر، هذا كلام الصج. نعم نبي نشتغل يعني نشتغل. هذا كلام ناس تقشمرون كله منك انت، انت دائما كله تترين عليهم. يبا بصراحه وبكل فخر واعتزاز احنا نبي نشتغل علشان نبي نساعدك في مصاريف البيت، لان اللي سويته لنا شيء مو بسيط. وانا شاكيلكم الحال. لا يبا احسن الله يطول لي عمرك ويكثر خيرك، بس يبا احنا كبرنا لازم نشتغل ونعتمد على انفسنا ونكد من عرق بجينا. يلا طس طسك. يلا ماكو شغل بعد اشتغل. هذا اللي قاصر بعدي ما طحت انا عشان تكدون علي. لتسع علي طحت كدوا علي. بدام بعافية الله. اسمع انت يا اخوك. نعم يبا. بدام بعافية الله انا مستعد اكد على عيالكم، بس قبل المدرسة. اخوك ما يفيدك، ما يفيدك لا ابوك ولا اخوك ولا اي احد، ما تفيدك الا الشهادة. اكتب شهادتك بيدك هي اللي تفيدك. بس بقلب الشهاده وقلب شغل. صل على النبي يا ابو جاسم. هذه لنا عيالك، ايش فيك؟ كلمني انت، انت خراب، انت اساس البلد. يبا هذه رساله من وزاره التربيه. ها فيك اللي يدرس في الصومال. لا هذا فيك يدرس في باكستان. نكتب انه ما حد. يلا باخر انت ويا باخر.
وخر خلنا نشوف احور رساله شو تقول. يبا انا اقرا لك. ايش حقه تقرينها؟ انا قاعد ادرس مسائي. ايش حقه؟ نسيت. ها زين تقرينها لي. تتقدم إدارة المدرسة بشديد الاعتذار من ولي أمر الطالبين جاسم ومشاري محمد، إذ تبلغكم بكل أسف برسوب نجليكما من المدرسة فوق المدة المقررة، ولذلك تقرر فصلهما نهائيا من المدرسة وتحويلهم إلى الدوام المسائي، يعني نحو الأمية. هايبة إن شاء الله حفلة تنكرية. هايبة حفلة ديسكو عشاء. أبوي بردان بردان مريش. أقول هلا 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 أقول هلا بعيالي الحلوين. هلا فوق أبوي الحلوين. هلا ناجي 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 أبوي الحلوين. لو دورت على معنى السعادة الله يسلمك يا ما راح الاقيها الا معاكم انتم. يبقى ابوكم انا ايش مسوي فيكم؟ يبقى لقد ظلمتني. انا ايش مسوي فيكم؟ حسبي الله عليكم. لقد فقستني. انا ابوكم ذبحتوني. بس ربعك ذبحتوني. الله لا يبارك فيكم. انا ابوكم استحوا على وجوهكم. خيلوا انا مقصر عنكم شيء؟ لا مو كل شيء موفر لكم. اكيد طالعوا اخذوا اختكم عبرة طالعوها كلنا بصف. فعيالك ايش فيها؟ عيالك ساقطين ساقطين ساقطين. ويه ويه لا فوق هذا كله مزورين شهادات رسميه. الله يا الله اكبر عليكم. ما دام عرفت السالفه يبا خوي جسوم او اساس البيت او اللي سوى هذا كله. يبا انا ناجح لكن بقدر الصغر سقطت بدري شلون؟ ولا انا ناجح كله من هذا؟ بالك وصدقتها؟ يبا هو اللي قال اذا ابوي درى في الموضوع راح تزعل وتطلق امي. طلقني؟ كان زين. لا لا انا شو اسوي فيكم؟ شو اسوي؟ اي اعصاب اخوانك حولوا في الاعصاب. كله منك كله منك انت يا اساس البلد. هذا مني انا هينا ولا انا اللي بوريكم مو انا اللي بوريكم. وخروا عني وخروا ان شاء الله ان شاء الله. وخروا لا تعالوا. شنو وخروا عني؟ تعالوا انتوا المطلوبين. ماكو فايده إذا ماكو دراسة بالنهار دراسة بالليل، يعني مع محو الأمية وقصب عليكم. شلون شلون شلون؟ تبينا ندرس مع الشيوخ؟ لا يا جليل الحياة وتخسر لي بعد. شلون يبا؟ تبينا ندرس مع الشياب وإحنا أطفال براء؟ وشياب؟ وش يا طاحي من أصلك يعني يا جليل الحياة؟ الدنيا دوم يدور دور الدنيا دور الدنيا
Ha ha ha!
ترى خط عبز الخط السريع اللي قاله. بس أنا بشفيكم عسى ما شرعتونا في العالم. جاسم. نعم. سامحنا استاذ سامحنا. شو سامح فيكم يا باشا سامح فيكم. عسى ما شر متأخر الدخول شفيكم. استاذ بصراحة. إيه. أبوي اليوم غضاني 100 فلس. إيوة. وضاعت مني بالسكة. أها. وقعدت أدورها سكتنا استاذ كلها تراب. إيه. قعدت أدورها أدورها ما لقيت استاذ. ولا الحين ما لقيت استاذ. استاذ سلفني 100 فلس. ريال إيش طولك إيش عرضك قاعد تدور 100 فلس من التراب أضع عليك بس. الحين بدل ما تدور بالقواميس بدل ما تدور بالمكتبات العامة قاعد لي بالتراب تدور 100 فلس يا مشاري. نعم استاذ. سم الله عدوك واللي عمك أخوك مضيع 100 فلس ودورها بالتراب. أنت فضل شي ما أخرك. أنا؟ إيه؟ مو أنا اللي دايس على 100 فلس. يا مشاري ها هذا حاتش اخوي الحين انا عشان حاتش كنت واخلي اخوي. لا ما يصير حاتش اصلا غلط. لا غلط لا 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 بس يقول بعد صح فري رونج صح لا الرونج احطك بتاكسي وضيعك ثاني بعد مش هذا لا حاتش انا اسف انا اسف انا بقى قاعد حاتشيني المضمد. لا نعم حافظ النشيده الجديده. نعم سيد انا حافظ نص النشيد والنص الثاني. النص الثاني ايه حفظت اخوي. ما عليك سمعني هل انت حافظ تبي النشيد السال؟ انت ايش حافظ؟ قول. انا حافظ النشيد. قول النشيد. ممكن اروح هناك؟ تفضل يا حبيب قلبي. بس وخر ايدك طول عليك. يلا بي تبي النشيد السال؟ قول ان شاء الله. تبي النشيد من الاول ولا من المتلي؟ يعني بفهم النشيدة من أي صوب؟ منين حافظت؟ أنا حافظ النشيدة من الوسط لفوق. قول. إن شاء الله. شنو تيتيتي نقصان؟ لا ما يصير. أنا مرتاح أبي أقول وأنا مرتاح. تقول بمزاج. مزاج. وتيتيتي ما يصير. ما يصير. إيه قول. ولا حطك بتاكسي وأضيع. إيه قول. تبي النشيدة من أي صوب بفهمها لسه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. من اي من اولها ولا لا لا استاذ هاك تاير كسر. انا احب اكوفلك فيه. انا خلصني قول ان شاء الله. تقول ابي النشيده؟ قول. انا على بالي ما تبي النشيده. لا ابي النشيده قول انا خلص ان شاء الله. امي الله كريم الله كريم. امي تمشي جنبي. كيف انا امي تمشي جنبي؟ يبا انتوا عائله انا كيفك انت امك كيفكم؟ تمشي جنبي وتنساني بطلقان تمشي نحوي. أمي بيل وسباستيان بيل وسباستيان. شيك سألت إنك راكب بعيد. فضل تبي النشيدة من أول الساد ولا من يسوي؟ لا لا أنا سختها. أمي تسكن جنبي بالدور الثاني عندها صالة وغرفة وحمام. في الحمام فوطة وليفة صابونة وماي سخن. كمل وعندها كيف مو نشيدتي بحط لي حط لي لتب بعد شنو وعندها مطبخ وصحن وقفشة من عوية وماما وبابا والعربية والأطفال صباح الخير صباح النور. هذا بابا
باي باي، سلام عليكم. تبين أقول نشيدة من أول؟ إن قلتها من أول شقيت حلجك. اقعد بعد، عندها ملحق وعندها كل شيء. ارتاح ارتاح. جسوم. نعم. أنت جسوم؟ لا هذا جسوم. جاسم. أبو حمود. هذا علامة كلام منك انت. من يوم وياني خاف من ريالي يلبس نظارة. قط النظارة عشان ما يبكي. اقطها ودع عن خلق الله. بس 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 بخينا بق. زين يلا مشاري، وين وصل؟ وصلنا عند امي. امي امي ايش فيها؟ ايش فيها امي؟ من اللي عليه امي ما فيها شيء. امي ما فيها شيء امي. هذه نشيدة أمي. نشيدة أمي. نشيدة أمك اسمها نشيدة؟ لا اسمها محفوظات. يلا يلا لا تهاوش عادل. لا 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 تفضل براحتك، مو عنك أنا، عن ذاك اسم مو عنك. قول عافية على الشيخ. مشغولك جاسم. يلا حبيبي قول قول بسم الله بسم الرحمن. يلا يلا حبيبي أنت يلا قول. ما عندك ما عندك تكبير يب 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 ما عندك 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 ما عندك. قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد الله الصمد. قول يا إله الكون كن عونا لنا. يا الله صلوات الله على محمد وعلى آل محمد. ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد. الله وين وصلت؟ عند امي. ماما 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 زمنها جاية جاية بعد شوية جايبة لعب وحاجات. اي والله جايبة معاها شنطة فيها وزوطة بدر البعبع. استاذ؟ نعم. انا امي تقول بعبع بع؟ والله ما ادري ما ادري. اصلا انا امي حلوة. عدل لا واضح واضح. استريح 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 حلوة. استريح شربنا بالليل حليبة. استريح استريح انت وياه. استريح سمعوا ربعكم سمعوا الحبايب بس. ها مستعدين؟ ايه خيام خيام. ايه اقعد يا مشاري اقعد يا جاسم. سمعوا الربع بس مستعدين يا بايه؟ ايه واحد اثنين ثلاث. هي وهاي وهي ها ها. هي وهاي وهي مدرسنا ياسر ها ها. يا ربعي حيو هلا هلا هلا. هي وهاي وهي هي وهاي وهي مدرسنا ياسر ها ها. يا ربعي حيو هلا هلا هلا. هي وهاي وهي هي وهاي وهي طقتها بدرية ها ها. انت ايه نسيت؟ انا ايه قعدت انت
استاذ مشاري هو اللي قال لهم، ولا انا امس طايح في البيت مريض معي حصبه وعق انقز. علامة تكوت هذه فيك فيك عادينا يا عاد حله. لا تخاف لا تخاف، عندي عندي عندي، لا تخاف، ارتاح 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 بس ارتاح. اقعد اقعد ورانا الشغل، خلصوني. سمعوني زين، نعم سر. اليوم حصتنا مراجعة عامة للي خد اشتبون اشتبون. انا حاضر. شيل بس هالاسئلة اللي تسعقوا لي. حاضر حاضر. حصتنا اليوم مراجعة عامة لل اقعد لايف العقاب. حصتنا اليوم مراجعة عامة للي اخذناه طول السنة. أبسأل سؤال. سس 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 يا جماعة الخير، ما سأل ما سأل شاري ما سأل. لا إذا سأل رفع أصابعك. بسأل سؤال واللي عارف يجاوب. يا اللي بخلونا أسأل السؤال، يقول ماذا تعرف عن سلامتك؟ سس 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 خطف عيني. قول أنا حاضر. قول سلامتك خوش ريال وسلم عليك سل. أقعد غيره. سام قول سام قول تعال قول. وين وايد كشخه. قول سلامتك حيوان مفترس. عشان يحطك سا 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 سا. شنو السؤال سام؟ اقعد 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 اقعد. قول يا جاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامتك استاد، برنامج حلو يطلع حزة العشاء. عرفت شلون استاذ؟ إيه؟ عاد امي إيه؟ تطفي العشاء وحنا ناكل التلفزيون. ارتاح ارتاح ارتاح. سؤال ثاني. سد 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 سد. ما سأل ما سأل. انا في جعبتي معلومات لمن؟ اعرف ان جعبتك متروسه بس صبرك صبرك. السؤال يا جماعه خلوني اسال، ترى ترى عوزتوني. السؤال يقول متى تنام؟ انام انام الظهر بس ولا ايه؟ بالليل اشتغل حرس اسواق. راح أحكم عليك
الذي أمامكم لقد فلعني وطلع حفرة في رأسي وشقر الحفريات على دماغي. إنها طقة، طقة كبيرة، إنها طقة كبيرة هالكبر، وما أبشعها من طقة كبيرة. يا أيتها أبشع من هذه الطقة يا حضرة الأستاذ، أحكم علي يا حضرة الأستاذ. يا بشاري، يا حرام عليكم، حافظوا على مستقبلكم. سيدي القاضي. نعم. إخواني المستشارين، إنني أطالب هيئة المحكمة بأن ترفع كتاب إلى السيد معالي الوزير بأن يفصل هذا المدرس من المدرسة وإعطاء إجازة للطلبة راحة لمدة أسبوع للراحة والاستجمام. تصفيقات. إنا ظل الظاهر إنكم راح تأخذون إجازة دائما إن شاء الله. يلا كل واحد مكانه يشوف. يلا إيه إن شاء الله على أمرك يا حضرة الناظر. لو سمحت يا أستاذ، أنا عارف كل شيء وسامع كل شيء وعارف إن الغلط مو منك. الطلبة قاعد يغنون هي وهاي وهو ها أستاذ. خلاص أستاذ جاسم مشاري يوسفني إن أبلغكم إنكم مفصولين من المدرسة. لو سمحت مشاري، العلم يبي ناس مؤدبين مو شياطين. صبرنا عليكم بما فيه الكفاية وأدراكم أكثر من مرة. توصل فيك بالمواصيل هيك بدونين المدرس؟ هذه ما صارت مدرسة. اللي أنا أعرفه واللي لازم كل واحد يعرفه فيكم أن المدرس له احترامه وكيانه في المدرسة. أنا ما أدري أسوي لكم شيء، أنا رايح قدامكم أخذ كتبكم والحقوني علشان تأخذون كتاب الفصل. يلا شوف. يلا النشيد يا شباب، النشيد. أنا من بدل بالكتب الصحابة، أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. جاسم محمد الطرموم
تقوم جاسم محمد الطرموم. ها مش حاجة تضحك، قوم تضحك. اي انا قومي بقوم قوم انا. اي لحظة يبا لحظة، ايش عرب؟ ما تشوف ما تشوف ما تسمع ما تشوفني؟ طال عمرك اللي هي الطويلة والعنظرينة ما اشوف. يعني كلش ما تشوف؟ ما في داعي اكذب عليك. خلاص خلاص تعال 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 ماسك خاطرك كله طيب. تعال وين بتودينا؟ وقف هنا خلنا نشوف طولك. يلا هذا طولك زين. لحظة لحظة خلاص يبا طولك 170 سنتيمتر. تعال طولي 170؟ اي نعم مسطرة هذا مو طول. تعال تعال يبا تعال 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 ماسك خاطرك كله طيب. تعال تعال يلا يبا شوف. لحظة 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 يبا لحظة لحظة وقف على الميزان خلنا نشوف وزنك. يلا يبا يلا لحظة يبا كال الميزان كال كال واقف عليك ها؟ يا حال الميزان كال الميزان قدامي. يلا لا حول الله. لحظة يبا شوي شوي ما فيها شيء. يرفع ثيابك يابا ثيابك على
ثيابك علشان الدكتور يكشف على صدرك ونشوي لك اشعه بس لحظه يا حجي تفضل وينك؟ كاني مش حلم ما تشوفني انا وراك وراي وين ما اشوف لحظه انت كلش ما تشوف؟ ايوه ما تسمع ماما كلش مره واحده؟ ما مره واحده ما اشوف لحظه عيل اكشف عن صدرك يبقى عن صدرك مو عضلاتك تسال عضلاتك انت ما ادري صدري انا ما اشوف كاو صدرك هني ايه يلا هذا ايه ان شاء الله على وجهك جايبين لي خباز يقولوا لي العسكري يلا يبا نزل عن فضايحك نزل حري انا من السوق اي شيء يلا يبا يلا ونازل هني يا حليل حتى ما تقدر بارده انا جايبه من الثلاجه هذه تعال بدال تعال لحظه ها لا انت كلش تعبان ما تنفع حق التجنيد مره واحده ايه اقول لك ما تنفع عسكري اقول خليك وياي نعم ابوي هذه وين هاي يمين هذه يمين شمال فوق تحت يمين شمال فوق لحظه هذه وين هاي تحت صح هذه فوق يمين شمال فوق تحت يمين بس خلاص اشوف عينك شنو هذا ايش لي عيونك بتهاوشوني يا بابا لا صبع دل انا ايه صبع دل يلا لا لا كلش ما تشوف يا المسكين ما تشوف لا ما تشوف لا الصراحه ما تنفع حق العسكريه موني يا انا قلت حق الربع والله اين وين قلت لهم؟ قلت لهم والله اللي بدوانية الربع يسلمون عليك كلهم والله الله يسلمك اي دوانية؟ دوانيتنا اي دوانيتكم خذ تفضل ها ايش لقيت فيها؟ ها طال عمرك كنا مو تقرير طبي ها شنو؟ هذا كنا تبليغ القيادة التهرب من خدمة العلن وانت ايش دراك؟ هاك شوفه قدامك ها؟ علشان تعرف ان احنا معنا مغفلين اسمع خدمة ميدانية بس طال عمرك هذا لا عسكري اللي بعده اللي بعده We'll be right back.
فصيل استاره استعد جاء سيدي. اهلا بكم يا شباب، اهلا بكم يا شباب في ميدان خدمة العلم، اهلا بكم يا رجال في مصنع الرجال. لا شك انكم تعلمون الهدف من وجودكم في هذا المكان، الا وهو خدمة هذا الوطن الطيب والدفاع عن اراضيه. وليكن شعارنا جميعا الله الوطن الأمير، الله الوطن الأمير. هناك تعليمات كثيرة لابد من التقيد فيها، منها أولا تنفيذ الأوامر الحقة دون نقاش، ثانيا التقيد بالنظام، ثالثا عدم إفشاء الأسرار العسكرية حتى للأصدقاء، رابعا حفظ رتبتك ورقمك العسكري، خامسا أي مكان تدخله أو تستعمله يجب أن تتركه مرتباً نظيفاً كما وجدته. كذلك يجب أن تعلم جيداً أن أي قطرة عرق من خلال التدريب ستوفر عليك نقطة دم من خلال المعركة. ختاماً أرجو التوفيق لكم ولإخوانكم الأغرار الجدد. يا عسكري سيدي داوم. فصيل للأمام سر. واقف شافني واقف بروحي قام يصرخ
بعد بروحك. يلا واقف. ها وانت قصة بعدني من العسكرية ثابت قرر. يلا ثابت. ها عسكري لا تطلعني كذي. لا تطلعني لا تطلعني. شيله شيله ساده ساده شيله من راسه. هذا راسه مثل الريولة كلش بطل. فتش عليك بنينه براسي. حاضر حاضر طلع شيله بس. حاضر يلا ثابت. ارفع راسك هناك. ارفع راسك من عند جديك. ارفع راسك فوق. ارفع راسك فوق يا عسكري. ارفع راسك فوق فوق فوق. ارفع راسك فوق 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 لليسار دم مكانك. روح يقول شنو الله يدول مكانك. قف وين رايح؟ ها وين رايح؟ وين معزوم عند الربع؟ انا اي ربع اي ربع مكانك للخنزر. يلا خنزر للخيل دم للخيل دم. هذا الخيل ما دم للخيل دم. قاعد تسوي قاعد تسوي ثابت يا سكري ثابت مكانك. قف ثابت عسكري. اول واحد عد. واحد اثنين ما تعد ما تعرف تعد. رقمك ثلاثه. مكانك مكانك اشوف يلا مكانك. يلا عد اول واحد. واحد ثلاثه. لا لا رقمك اثنين. مكانك يا مكانك يا مكانك يا مكانك. يلا مكانك. يلا واقف. يلا يلا عد اول واحد. واحد اثنين اثنين. لا لا رقمك ثلاثة. مكانك مكانك يا مكانك. مكانك سيدي. مكانك يدي. مكانك يدي. مكانك فنجر. مكانك يدي. مكانك يدي. مكانك سيدي. ايش فيها؟ ايش قاعد تقول؟ ايش فيها؟ ثابت يلا لا تطلع عسكري. لا تطلع بس. لا حد يعد فيك. لا حد يعد. خلاص لا تعدي. انت انت لا تعدي. ايه انت انت علاني. عد يا عسكري اول واحد. عد واحد اثنين. ما تعد يا عسكر. ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ اللوز مالوته بطلعهم. مالك شغل في اللوز؟ عد واحد اثنين ثلاثة شمع. رقمك أربعة أربعة أربعة. لحية أبوك مربعة. ايش عليك بلحية أبوي؟ أنا أبوي ما عنده لحية. يا مالك شغلية الله. إن شاء الله بعد دخل أبوي هني بالعسكرية. لا لا يلا عيد. واحد اثنين ثلاثة عشر تعش. لا شن عشر تعش؟ رقمك أربعة. يلا عيد عيد دار وقف. يلا عيد يلا. واحد اثنين ثلاثة خميس كمش خشم حدش. لا لحظة. واحد اثنين ثلاثة أربعة برعة أربعة 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 على وجهي. أربعة على وجهي. أربعة أربعة أربعة. خمسة خمسة صفر. لا لا أنا واحد وأنا صفر. أنا 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 صفر. أنا صفر. أنت صفر؟ إي أنت أمية. شنو صفر؟ هذا صفر مسكين ومصعوي. لكن انت هذا كنا قلم وصاف. هذا مسكين يبقى ايه. لا تضحك عليه. تطعم لا تضحك عليه. يلا ضابط يلا يلا تطعم على رجلك اللي بالعسكرية. هذا كنا سويتش. لكن انت شنو؟ ما عارف شغل بيه. هذا سويتش وانت كفر. ما عارف يصير.
يعني ما يصير هذا كنا طاق لي ياكل شنو ها عسكري ايش تبي تقول انا بفهم انا يا عسكري الحين اطلع من هدومي ايش حقه تطلع حرام بنت قاعد تاخذ استنى ايش خلاص ثابت زيادة ثابت 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 يلا يلا لا نطق كف على وجهك الحين يلا يلا ثابت يلا ثابت كلكم ثابتين انتوا الستة يلا انا ثابت والله يلا اجل ثابت لا تردد زمان ثابت لا تردد يلا يا عسكري انت وياه عسكري خليك ثابت يا عسكري هذا ثابت يلا خلاص ثابت ها ثابت عسكري لليمين دم للأمام دم وين رايح تقول له ممدوح وين رايح دكتور ها ايش في هذا يا ما عندي غيرك ما عندي غيرك اسفين يلا ثابت ثابت يا عسكري فز فز انت اللي قاعد يلا نشبه فز اين نشبه وين قاعد انت يلا فز يلا شوف يلا ماكو عشاء ماكو عشاء يلا يا عسكري انت وياه للامام سر هلا يا رمانه هلا هلا يا رمانه مكانك قف وين قاعد يا عسكري وين قاعد هلا يا رمانه شنو هلا يا رمانه سيدي الموسيقى نمشي على موسيقى سيدي هلا يا رمانه موسيقى موسيقى هلا يا رمانه ايش تطلع هذه سيدي مو احسن بين سباستيان بين سباستيان شنو يا عسكري ايش تطلع بين سباستيان برنامجي المفضل برنامجك المفضل بين سباستيان هاي انا برنامجي المفضل المقامرون الثلاثة شنو تأكشن على نفسك شنو يعني تقول انت الحين عبد الرحمن العقل لا سيدي انا سبيشة محمد شنو سيدي خلا مستورة اي خلا مستورة خلا مستورة ثابت خلاص مستورة شنو مستورة اسكالي مهلا يلا ثابت يلا يلا ثابت ايش قاعد تسوي قاعد اقول انا سكينة انا اللي مغلي ثابت يلا ثابت ثابت قاعد ترقص معي ايش عندك فوق ليش ريدك اطلقنا انا عليك واخر عني ايدك ما قدرت تحبني اطلقنا انا وايد قاعدين بالعسكرية عيب اطلقنا انا العسكري مالك سيدي انا الشذي حاط يديني ويديني راح اجلك معك غلط ان شاء الله لا تعيدها مرة ثانية لا يلا تعالي يلا تعالي يلا ثابت يلا مالك شغل فيه واخر عني ايش قاعد تسوي؟ انا بعرف ايش قاعد تسوي. ايش مين اللي قاعد تقول باي باي مين؟ تذكرت امي يوم سافرت قلت لها باي باي. ايه تذكرت امك ايه ثابت يلا ثابت تذكر امك تقول لها باي باي؟ هاي امي جورجينا طبعا يلا امك جورجينا ها؟ يلا ثابت يلا عسكري انت وياه يلا للأمام ايش قاعد تسوي ايش قاعد تسوي؟ قاعد امشي سلو موشن قاعد تمشي سلو موشن؟ نعم شنو سلو موشن؟ سلو موشن يعني بالبطيء لا ما في بالبطيء سيدي مو احسن بين سباستيان عسكري للأمام للخيل للأمام للخيل للأمام للخيل يلا يلا يا عسكري يلا
ثابت يا عسكري هناك ثابت. يلا يلا يا عسكري. للأمام. شنو هذا يا عسكري؟ بحر وين قاعد البحر وين؟ أحسن بحر أي بحر أي غن البحر أي غن البحر. يلا محسن بين سباستيان. يلا يلا يا عسكري يلا للأمام للأمام. سر أنا أسفين يا خال الشرطي. ماني خالك الشرطي. ما الشرطي ماني خالك الشرطي. أنا أسفين يا عمي الضابط. ماني عمك الضابط. أنا أسفين يا ولد عمك بيت سايق جيران جيران. ماني وخالك عمك سايق جيرانك. وقول سيدي بس سيدي. شنو 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 شنو؟ قول سيدي. يقولك سيدي إيش حقه؟ نعم هذه الأوامر العسكرية بتخالف. هذا أخوي ولد أم أبوي. تهوى يمك أنت وياه. يلا مكانك الله. يلا زين. يلا مكانك الله. قول سيدي. سيدي؟ إيه. يا سيد ساداتي. خلاص خلاص يا عسكري خلاص. قلنا بما بالكفايه. يلا خلاص سيدي يا سيدي ساداتي. يا سيدي مو احسن بين سباستيان بين سباستيان. عسكري انت وياه. للامام. سر. وقف يا مرمك يا عسكري صف واحد. يلا يلا مكانك يا عسكري انت وياه. استارع استعد. لازم تعرفون يا عسكريين ان العسكرية اهم ما فيها التقيد بالالتزام والالتزام بالاوامر العسكرية. مفهوم مفهوم كل شيء والالتزام اهم شيء الالتزام بالتعليمات. فاهمين؟ والحين ابيكم تدورولي على نملة. إيه نعم. نملة شلون شلون صايبة طال عمرك؟ نملة يابانية. إيه نعم. جيبوا الإنجليزية ما بيها. نملة يابانية. نملة يابانية. طويلة ولا قصيرة؟ على قنفها. نملة عيونها كلها بيض ملاس. ما في نملة؟ ما في لك نملة لابسة دشداشة تخلي. وين؟ ما في نملة. زين أبيكم تدورولي على زهي ومدبة. أين أبيك زهي ومدبة؟ شو مدبة؟ شو مدبة وهو مدبة؟ سيدي آه؟ أنت تحبل؟ ها ما تتبي زهوي؟ أنا ما أحبل على زهوي. ها يلا أنا على ضبابي. يلا ثابت يلا هالجميلة. يلا ماكو زهي ومدبة؟ آه أوه لقد سامي مرعوس سيدي. الحين يا عسكريين أبيكم كل واحد يتخيل هالمخدة ولد صغير ونومه. يلا سامحنا سيدي. نوم المخدة. يلا كنا ياهم. يلا شوف يلا تخيل إن المخدة ياهم ونومه. يلا شوف. يارك يا ولادي الحظيني يلي مع ابوك سافر وخلاني بروح اسوي مع ولادي. باتشو 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 يا ولادي فراي باتشو 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 بس يا عسكري بس. وييي لقد عملها.
لقد شرب وأكل منقه منقه. أبا نومة سيدي بزوم نومة. يا أهل الطول. إيه هل يقولون أنا طفل أنا أبيك؟ احتمك سيدي احنا جاهزين. جاهز يا عسكري. اسمع يا عسكري أبيكم الحين تنامون. نعم سيدي. وأنا بروح أنام. ولو قعدت وباكر الصبح أبيكم تقولوني أنا إيش حلمت فيه. إيه نعم. يلا التامون وأنا أنام وحلم وي باكر تقولوني أنا إيش حلمت فيه. يلا شو ناموا؟ نفذ نفذ الأوامر العسكرية. يلا ناموا ناموا يا عسكري. يلا شاخر 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 بعد شاخر فوق فوق. شاخر يلا شاخر شاخر شاخر. ايه ونطفر ابو عبد اللطيف وربعه. لا لا ايش رايك نروح نطفر العريف؟ لا العريف ريال طيب. لا مو مخالف طيب طيب بس انتقش من احنا وانتقش برا ما يدري هو. إيه؟ بس نروح نخرعه. شو لك؟ قول العريف عسكري شنو هذا تخرعوني؟ جلس عندي تخرعوني انتو؟ ها؟ ايش لابس تشحط على راسك مع قرانه؟ والله العظيم قرار كذي. يلا سيدي سيدي مو على مو انت قلت روح احلمهم؟ اي انا قاعد حلمت اني قاعد اكل نفيش طلع براسي شعر بنات. هذا سيدي عسكري. نعم ثابت عسكري سيدي ثابت. يلا ثابت 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 ثابت. وقف يلا يلا استريح استريح. يلا يا عسكري هرول. Thank you.
بلاد الكويت فدت الحياة
الكويت بلد الحياة، بلاد الكويت بلاد الكويت بلد الحياة. وبعدين على الحل احنا والشقة اللي فيه السبلامته وجدامك العمر كله يا مشاري. اي عمر كله يعني شو بقضي طول عمري انا هني بالشقة والتعب؟ لا 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 لازم تقعد طول عمرك مدلل منعم يا دلو عثمامي. ارجوك ارجوك يا جسوم قول لي ايش يسوي شو الحل؟ قال ايش يضحك معاي؟ الحل انت تحلم يا مشاري، تبي حل بعد؟ لازم اكو حل. استقيل من العسكرية. ممنوع الاستقالة. زين واسطة. ممنوع الواسطات. حتى الواسطة ممنوع. الجيش ما في واسطات. زين ما يصير استقيل، شنو الحل؟ الحل؟ أنا عندي حل واحد. قول لي أنا حاضر. بس يمكن ما توافقني عليه. أنا موافق بس قول لي. تقدر تسوي في نفسك عاهة؟ عاهة؟ إي. شلون يعني؟ تقص خشمك. تقص خشمي؟ جنيت؟ ولا تقص براطمك؟ تقص براطمي؟ ولا تبتر أذونك؟ أذوني؟ تبي صدقك أنت؟ ولا تنحاش؟ أهرب؟ كلها شهرين ثلاثة ينسونك ويعفونك. هذه تمام، هذه أخف. وأنا عندي لك خطة تطلعك شعرة من عجينة. أكيد. عند نعم أكيد. بس خف جسوم، هذه عسكرية ما فيها مرحبا. عندي أنا. أكيد. نعم. وكل على الله. أنا خايف خايف يا جسوم، خايف من الحرس يشوفونا. لا تخاف عندي أنا. أنت ما تبي تشوف أمي وأبوي؟ بلى يا جسوم، بس هذه عسكرية ما فيها يم مرحمين يا جسوم. عندي أنا، لا تخاف. عندي ما أخاف يا جسوم، ما أخاف. يوم أخاف أنا عندي خوش خطة. هاي خطة أنا مو حصاية خطة نسيت كلام الضابط. شو يقول؟ أنت تدري النحاش من العسكرية يعني شنو؟ شنو؟ اللي ينحاش من العسكرية يعني خاين. واللي خون وطنه ما في خير يا جاسم، ما في خير. بس احنا معنا من عشي. بس احنا يا مشاري فريق ماشي. احنا نروح نشوف امونا وابونا ونبنى نرجع. يصير غلط غلط يا جاسم. تبون ينحاش بالعسكرية؟ انحاش. ينحاش بالوطن. زين. اللي خون وطنه زين. اللي خون وطنه زين. انا اقول امين. عسى الله يوفق ديرتنا. قول امين. يحفظ خليجنا وقبل ديرتنا. قول امين. 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 شوف من كلام الناس يتسوهم. وين؟ يمه! يمه! مكانك ثابت! مكانك مكانك! مكانك! عسكري وين بتروح؟ وين اروح؟ وين اولي؟ وين بتروح يا عسكري؟ وين؟ سلامتك. هذا اخوي جسو كهو، هذا اللي خلاني نحاش. ولا انا بريء، ما اعرف السوالف. بتنحاشون ها؟ وين بتروحون؟ وين؟ هذا عسكري منحاش من الفصيل. منحاش من الفصيل؟ وين بتروح؟ وين؟ هذا عسكري منحاش، هو اخوه. اه اخوه جسوم. مو كنهم صادونا يا جسوم؟ لا تخاف عندي انا. لا تخاف. لا عندك ولا عنده. عندي انا. قدامي على مكتب الضابط. يلا شوف. يما زاد فيني الوجع.
كلمتين مني فصيحة، احنا ما خدنا النصيحة، شل فيك بعد الفضيحة، بعد ما بومنا طبع. منك انت انساس البلا ولا شلك الطبع السجن والخرابيط، مو منك انت تكلم عندي انا مشاري. لا تقعد تربرب علي، ترى مالي خلقك. حق لك حق لك شر علي انا، انا اللي احط ايدي في ايد واحد مثلك مو كفو. يوم انك يا مشاري شايفني انا اللي قاعد اسوي غلط بغلط، ايش حق تخلدني؟ هذا دليل ما عندك شخصيه. انا ما عندي شخصيه؟ نعم انا ما عندي شخصيه يا جماعه، مو كلام منك انت يا تعبان. مشاري احترم اخوك اللي اكبر منك احسن لك. انت كفو حشيمه ولا لا تحترمني بس يا جماعه. انت كل انت وياه مو كفاية ان اليوم اخر يوم لكم في الزنزانة؟ تبني تزودون مدة العقوبة؟ يلا ثابت عسكري. نعم سيدي. اقرا عليهم القرار. قرار من الرئاسة على العسكريين التالية اسمعهم الالتحاق في الدورة العسكرية لسنة 1986، العسكري جاسم محمد يوسف. سيدي. العسكري عبد الله ناجي السليم. نعم سيدي. العسكري خالد عبد الرحمن صالح. حاضر سيدي. على العسكريين التالية اسمعهم الالتحاق في هذه الدورة اعتبارا من تاريخه. هذه فرصة طيبة لكم يا شباب تثبتون فيها أنكم جنود أكفاء يعتمد عليكم الوطن. سيدي أنا معاهم. سيدي أعطونا فرصة. أنتوا الاثنين بالذات ما تصلحون، لأنكم حتى وأنتوا أخوان ما أنتوا قادرين تحبون بعض، والجيش يعتمد على محبة الآخرين، على محبة الله، الوطن والأمير. سيدي غلطة، والغلط يجر الغلط. غلط، المفروض الغلط ينبهك للصح، يدليك الطريق الصحيح. سيدي احنا ظروفنا صعبة وايد. الإنسان العاجل هو اللي يتحكم في ظروفه. أنتوا هنا في مكان يصنع الرجال، المفروض تكونوا قد المسؤولية. الأمن والاستقرار والحرية كنز ما يشعر فيهم إلا الإنسان اللي فاقدهم. كونوا قد المسؤولية ودافعوا عن وطنكم. سيدي صدقني سيدي أنا أحب أخوي، حتى أخوي يحبني. سيدي أنا وأخوي وأخواني وأهلي وأحبابي كلهم فدا فدا لهالوطن الطيب. سيدي من اللحظة هذه أنا تغيرت، كل شيء فيني غلط نسيته، فاللي أرجوه منك سيدي إنك تعطيني فرصة. وأنا سيدي من اليوم ورايح أصبحت إنسان جديد. الحياة علمتني اللي يمشي في طريق الغلط لازم ينتهي نهاية غلط، وعلشان كذي سيدي احنا لازم نتغير. الحقيقة بعد الكلام اللي سمعته منكم احس اني لازم اعطيكم فرصة تثبتون فيها حسن نواياكم. مشاري السوق حلو انتباه. نعم سيدي. Thank you.
كان غالي ابدا مو رخيص، احنا بنضحي بكل غالي ونفيس. الوطن غالي ابدا مو رخيص، احنا نبكي الوطن بالروح والدم، احنا لو طال الزمن بنشيل الهم. احنا نبكي الوطن بالروح والدم، احنا لو طال الزمن بنشيل الهم. وانتو يا اهل الخير شدوا العزيمه. وأحلى شيء العلم يكثر في بلدنا، كلنا بالعلم نحقق سعدنا، وأحلى شيء العلم يكثر في بلدنا. احنا نجيك وين معيالنا بعدنا، واحنا قد القلة قلنا وفينا. احنا نجيك وين معيالنا بعدنا، واحنا قد القلة. احنا اقسمنا والعالم شوف، الوطن نبدي بالغالي والرجول. احنا اقسمنا والعالم شوف، ألسنا الديرة وحدودها نذول. الوطن غالي وهم حق علينا، احنا من خير ومن عزة ربينا. الوطن غالي وهم حق علينا، احنا من خير ومن عزة ربينا. انتو يا اهل الخير شدوا العزيمة. الوطن حب الوطن، الله 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 فيك كل مولى يا زمن. أهلا وما نخل عليك، الوطن حب الوطن، الله 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 فيك كل مولى يا زمن. أهلا وما نخل عليك، الله يا حب الوطن.
الكفاح الديرة تكمل دام شغلك بالوصول كلنا باسم الله نبدي كلنا باسم نقول الكفاح الديرة تكمل دام شغلك بالوصول كلنا باسم الله نبدي كلنا باسم نقول الوطن حب الوطن.